يا أهلا وسهلا أستاذ عاد، والحمد لله يعني حضرتك طمنتنا. طبعا أنا تواصلت معك وأنت طمنتني قبل، لما كنت أنا في إيطاليا، وبس ما حبيتش إني أثقل عليك، عارفك خارج من عيا وبعد العملية، لكن يا ريت تحكي لنا ولو باختصار قبل ما نشوف بعض الكواليس في مهرجان البحر الأحمر، تحكي لنا باختصار للمشاهدين لما حضرتك كنت في المستشفى ودخلت العمليات وكنت في الغرفة، كان في شيء لطيف يعني، صحيح أنه كان في ألم ووجع، لكن في نفس الوقت أنت كنت مطمن بدعاء الناس طبعا، وكان في شيء وكأنه إشارة حضرتك كنت شايفها وانت من نافذة أو شباك المستشفى، يا ريت تحكي لنا عليها مع المشاهدين نسمعها. حاضر يا محمد أفندي، حاضر يا أستاذ محمد. بس والله قبل ما أحكي، يعني كل ما هرويه إليك وللمستمعين دي أقسم بالله العظيم حدث بالفعل، حدث بالفعل. يعني أنا من شهر 3 مارس الماضي وأنا حسيت بالتعب في القلب، ورحت المستشفى كشفت، قالوا لي لا ده انت لازم تعمل عملية فورا، ده انت متأخر، ده انت المفروض كنت عملت العملية من سنة او اكتر. فمن هنا يعني انا ايقنت اللي انا خلاص، يعني مش هكمل، يعني هرحل يعني من الحياة. ورحت عملت اسمها يسموها قسطرة استكشافية، فقالوا لي بعد ما عملتها الدكاترة قالوا لي قلبك تعبان خالص، في تغيير صمامين، والتالت يعني بيشاور عقله، فاحنا هنحاول نوضه. قعدت من شهر 3 لشهر 8 في المستشفيات. فطبعا القلب لما يتعب بيتعب كل اعضاء الجسم، فكل يوم اتعب اروح لدكتور يقول لي ده مثلا الكلى، دكتور تاني اروح اكشف يقول لي الكبد، دكتور تاني المرارة، الصفرة، فحسيت ان انا خلاص الحياه قد تقترب من النهايه والرحيل وكده. ف يعني سلمت امري لله، وعايز اقول لك دي حقيقه، انا مع اولادي رتبت اموري على اني هعمل العمليه ومش هطلع منها، يعني مش هطلع منها، هموت وانا، عشان الكلام يبقى واضح، وانا بعمل العمليه. فلدرجه ان انا عايز اقول لك ان انا رحت اشتريت ضريح يعني، فخلاص كانت الحياة عندي بتنتهي يعني. ولكن حصل ورم ومية في جسمي وكده، لأن القلب كل الدكاترة يقولوا طالما القلب تعبان الجسم كله، يعني موتور العربية تعبان فكل حاجة بتبوظ في العربية. فرحت دكتور صديق بعتني القصر العيني، قعدت في رعاية المركزة أسبوع وطلعت تاني، ورحت تاني عشان أعمل عملية قالوا لي لسه محتاج تتهيأ تاني عشان العملية. فرحت غرفة، رحت في العناية المركزة في مكان آخر في القصر العيني، والقصر العيني مساحته كبيرة، كل المصريين عارفاه، كبيرة جدا، في أكتر من مكان يسموها عنابر، يسموها أقسام، يسموها غرف طبية، كتير قوي. وبعدين قالوا لي حضرتك هتقعد في الغرفة دي، فقعدت في استلمت الغرفة وقعدت فيها، دي تبع الرعاية المركزة. وبعدين فيها الغرفة فيها شباك، بفتح الشباك لقيت نفسي ببص على النيل، وقدامي عمارة الموسيقار فريد الأطرش، وشايف الشقة بالبلكونة بالبراندة بالتفاصيل، يعني قد يكون في نفس المستوى. فبقيت سعيد جدا. وبعدين حتى الدكاترة كل شوية يقولوا أنت بتبص في الشباك ده، قلت لهم اللي أنتم ما تعرفوش ده عمارة الموسيقار فريد الأطرش، بقولوا والله، وبقوا سعداء وبقوا يقفوا يتصوروا عشان العماره في الخلفيه تبان، وكل اللي كان بيزورني من ولادي ومن اصدقائي بيتقال لهم بقوا مستغربين. فجيت في يوم قلت يعني ان انا اتحط في مكان امام عماره الموسيقار فريد الاطرش، قد يكون دي رساله، قد يكون دي رساله موجهه ليا، يعني ازاي الصدفه البحته تصنع الاقدار الموقف ده. وبعدين والله العظيم هذا حدث، شفت رؤية في منامي، يعني نمت في يوم كده وشفت الموسيقار فريد الأطرش، لقيته مبتسم جدا وسعيد جدا وبيقول لي أنت زعلان ليه؟ في إيه؟ قلت له أستاذ فريد أنا تعبان وكده، قال لي ما يجراش حاجة،
انت مفكر انك انت جاي لي؟ اسمع الكلمه دي يا استاذ محمد، وهذا ما حصل. قال لي انت مفكر اللي انت اللي جاي لي؟ ده انا اللي جاي لك. انت لسه خليك في مكانك، لسه انت موجود، لسه في، انا معاك في حياتك، مسيرتك، رسالتك مستمره. ففقت من النوم وقلت الله سبحانك يا رب، معقول الكلام ده؟ فعندي ابني فريد، قلت له، قال لي يا بابا دي رسالة، انت خايف ليه؟ فعلا كنت خايف قوي، لكن انت ان شاء الله ما فيش حاجة، وشوف روح فريد الأطرش معاك وبتحبك. وفعلا عملت العملية، لدرجة ان الدكاترة صرحوا لي بعد العملية، قالوا لي الدكتور اللي اشكره اسمه محمد ابو اليزيد، هو اللي يعني تحدى يعني زمايله الاطباء اللي هو جايب لهم محاولني ليهم، قالوا له انت جايب لنا الحاله دي ليه؟ دي تعبانه خالص، ملهكه، تعبانه جدا، مش هيطلع منها. قال لهم خليها على الله. وانا سمعت كلمه خليها على الله، قلت له دي اغنيه فريد، خليها على الله، مشيها ويلا. ففعلا عمل العمليه وتحدى، وربنا كرمه وكرمنا انا على ايده، وكتب لي عمر جديد. عايز اقول موقف، المستشفى كانت طالبه 10 اكياس دم، اقسم برب العزه جات لي ناس معرفش منين، اكتر من 20 30 تبرعوا بدمهم علشاني، تخيل الحب ده. والناس انا ما اعرفهاش، جم اصدقاء ولادي في الشغل وهنا وهنا. وبعدين اما فقت من العمليه، انا مفكر ان لسه بيجهزوا لي العمليه، فبقول للدكتور هو انت لسه بتجهزني علشان تعملوا العمليه بكره؟ قال لي عمليه ايه يا استاذ عادل؟ انت عملت العمليه وزي الفل والموضوع انتهى. والله والله يعني كانت اسهل من الحلم، اسهل من شكه الدبوس، انا بحس بيها والله العظيم، ما حسيت باي شيء يألمني. قال لي انت زي الفل وعملت العمليه وتمام تمام. فطلعت من الرعايه في مكان تاني، غرفه تانيه استجمام، يعني ابقى تحت العلاج بقى والمباشره وكده. والله العظيم اول ما دخلنا الغرفه لقيت شاشه التلفزيون، بيفتحوا التلفزيون لقيت قدامي فيلم الموسيقار فريد الأطرش. قلت ياه. فالدكاتره بيقولي تاني يوم، قالوا لي انت، احنا عارفينك انت فلان الفلاني وفريد الأطرش، مش فريد الأطرش. وبقوا كل يوم يجوا يقعدوا معايا في المستشفى، احكي لهم حكاوي عن الموسيقار فريد الأطرش، فبقوا يقولوا لي احنا ما نعرفش ان فريد كان كريم كده، وكان معطاء كده، وكان انسان طيب، وكان انسان على خلق، وكان بيحب الناس، والرعايه بقى والاهتمام كان مضاعف من الدكاتره، ربنا يكرمهم يا رب العالمين. والحمد لله عملت العمليه في يوم 20/9 الماضي سبتمبر، ولقيت يعني برضو يعني ان لازم يكون ان شاء الله ذكرى الموسيقار فريد الأطرش ما تعديش او ما تمرش مرور الكرام دون ان يشعر او يدري بها احد، لان الدوله وكل الشعوب ملهية في احداث اخرى، احداث دوله تانية ربنا ينصرها، فلسطين طبعا. فاحنا وانا متعود من مدى 40 سنه اللي في شهر ديسمبر لازم اعمل حاجه نحيي بيها تراث وذكرى لسكر فريد الأطرش. فربنا قدرني هذا العام، وقمت وعملت اتصالات وكده، وحجزت 3 اماكن تبع وزاره الثقافه. مكان حفله اتعملت امس في قصر الامير طاز، ده مكان اثري وتحت اشراف وزاره الثقافه وصندوق التنميه الثقافيه. عملت احتفاليه امبارح كانت جميله جدا، دي من احد البروفات اللي انت كنت بتعرضها من شويه، ودي بنتنا واخواتنا اللي هم كانوا في الحفله امبارح، وكان موجود معايا وزير محافظ سينا السابق ومحافظ اسكندريه، والناس كانت بتشيد بالحان فريد لطش، كانت بتدور على شيء مجهول ضايع منهم ما صدقوا، كانوا مش عايزين يمشوا، سعداء جدا بألحان فريد وبأغاني فريد، والحفلة كانت ممتعة جدا. وكمان ادوني مكان تاني في حفلة بكرة يوم 28 ديسمبر اسمها مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك تحت إشراف وزارة الثقافة أيضا، الإنتاج الثقافي، وأنا بشكرهم. وكمان يوم 4 يناير، كل سنة وأنت طيب والسادة المستمعين طيبين وعام سعيد إن شاء الله، عام جديد، يوم 4 في سينما الحضارة في الأوبرا، يعني 3 احتفالات
عايز اقول لك ما اعرفش جم ازاي، يعني انا ما بذلتش مجهود، لقيت بيتصلوا بيا: يا استاذ عادل احنا متعودين كل سنه نحجز لك يوم في شهر ديسمبر، فريد شهر فريد الأطرش، مسمينه شهر فريد الأطرش ديسمبر. فبقيت اقول يعني انا تعبان وهعمل يوم 26 ويوم 28 مجهود، فلقيت ربنا اللي بيقويني، وروح فريد دايما محوطاني ومقويانا ومساعدنا، والحمد لله. انا امبارح عملت الحفله والناس كانت سعيده، وانا مشيت سعيد جدا وانا قدامك اهو، رغم اني عندي حفله النهارده. وبشكرك بشكرك 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 انك خليتني اتكلم على المواقف اللي بيني وبين اثناء العمليه مع فريد الاطرش.